مساء الخير. اليوم سوف أتكلم على الهندسة المعمارية العربية الإسلامية أو الهندسة الأندلسية. L'architecture arabo-musulmane ou andalouse ou style néo-mauresque. هذه الهندسة كانوا يستعملها في وقت الاستعمار الفرنسي. كانوا يستعملوا بهم ليزيديفيس بوبليك، المقرات العمومية تاع الدولة، مثل باغ اكزومبل لا غراند بوست دالجي، البريد المركزي تاع العاصمة. شوف سي جولي، دايرين بالهندسة المعمارية العربية الإسلامية، سي تخي بو، شوف الأقواس، سي مانيفيك، فوالا لي دوم اي تو، فوالا سي بو سي. وهذه نزيدكم حاجة، بنات اون 1910، راني داير غراند بوست دالجي 1910، ستيل نيو موغاسك. ما ندخلش في الديتاي شكون اللي بناها وشكون كيسموه الارشيتكت، دوز ارشيتكت داروها. ما علينا، هذه بنات تاني في الولاية، لا بريفيكتور دالجي، ولاية الجزائر العاصمة، ستيل نيو موغاسك. الهندسة المعمارية العربية الإسلامية أو الأندلسية. Voilà. هذه قبل الاستقلال، أي في وقت الاستعمار الفرنسي، يعني للأسف الشديد. راكم تشوفوا حتى الكازينات، التكنات كما يقولوا في العربية، تشوفوا الأقواس في جولي. هذه كازيرنا ولا كازيرن، راهي في مدينة جديدة، بنات ستيل نيو موريسك، عربو مسلمان، أندلس. C'est beau, c'est magnifique. Ah, sur la préfecture d'Alger, tu vois. La gare ferroviaire Tawaran. J'ai fait plateau. Sauf que je sais pas. L'Hendès al-Mi'amariya, l'Islamia al-Arabiya, ou l'Andalusia, ou néo-mauresque. Je sais pas. À la caserne. Ah. Pourtant, c'est des Français. Et à Jabba. Vous voyez, ça date. قرن ما راناش عارف نروحو تاوعنا، تاوعنا كي بناو المقرات الحكومية هادي بسم الله الرحمن الرحيم. هذا البناء تاع هادي بلدية برجين موجودة في وهران. شوفوا الدرج كي دايرين، شوفوا الفاصات كي دايرة. يا عباد الله، شوفوا فساد بلدية بيرجير بالشعب وللشعب. شوف، عطونا هذا الستيل، مين جبتوه؟ موادا قودو ما عندي بيغمي، مين جبتو هذا الستيل؟ هذا الفساد الارتكتوغال نزعقوا على الشعب، هذا درهم الشعب. انا اعتبرها بناء فوضوي، اعتبرها خسارة. تبدير مال الشعب، عدم الإتقان في العمل، مش عارف كيف نسميها أنا هذه، مش با بوسيبل. درت لكم شو لا غراند بوز دارجي 1910، البنات شتيك شابة وشتيك كدير. شو بديتونا فينا بينا فوداري بعد الاستقلال 1980 تا 90، لا حول. أو سون نوز أرشيتكت؟ Où sont les hauts responsables? Où sont les responsables locaux? Sur les Zakat. Nous sommes le Hukuma ou la Mshouline, le maire d'Oran ou le préfet d'Oran. Il y a du style arabo-musulman. L'architecture, ça reflète. Heibet Doula, ça reflète le Sultan. كي بغيت المسؤول يكون يحترموه الناس، وانتوما ما تحترموش الشعب، تبنوا لهم بناء فوضوي بور جيري لو كوتيديان تاعه. هذا اعتبره غير احترام الشعب، لا حول ولا قوة. اسكو الباكستان بيطاي؟ هذا بيطاي وما يبنولهش كيما هكا. كان بيطاي عندهم دي باتيش تاع كي دايرين ولا خير من بني ادم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نزيدكم تصويرة واحدة أخرى، ويزيدوا يشاركوا فيهم ويحضروا لكو ناسيونال دادمينستراسيون لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف 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 راميري تاع اليوم، هذه ندير على جروب ليزيون دراس العلم ولا أنا تسمع نفسي في دي روبورتاج، سي ان فري ناسيوناليست، صافي بليزير أنا دايما نتبعها، جو فو كونساي تبعو. هذه تاني سي لا ميري دو كومون سابيل لا ميري دو كمين اي كمول، اللي خرجت شاب خالد وخرجت عظماء الله يبارك، سوا من بي نوار سوا من زورانية اي كمول. سبحان الله. ولا لي زالجيريان نقول لي زالجيريان فو با دير اوراني، وني با دي ريجيوناليست. لا حول ولا قوة. أيوا هذا مشي بني فوضوي، قابسة وحطيتوها. هذيك وين نصنفوها؟ أرشيتكتور صاغيان، أرشيتكتور ديو بلاطو، أرشيتكتور مونتانيار، أرشيتكتور كي، وين نصنفوها وين؟ قابسة درتوها طاك طاك بلحتو كلشي وصاي. لا حول، هذا في زاني 80 بنات. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا تاني يطلب من الحكومة أو من المسؤولين اللوكو يرازوها ويبنوا ستيل عربو مجلمان مجلمان ولا مجلمان تاع الهندسة المعمارية الأندلسية ولا العربية الإسلامية ولا العربية توكور ولا لا حول ولا قوة، أو المغربية مش عارف أنا كومو يلغيزوني هنا جو سي با، سا كوت با شير. C'est dans leur tête. Ils disent que nous sommes arabes. Ils disent que ça coûte cher. Ça coûte d'ailleurs un drame comme un chiquit. Ce n'est rien du tout. Par rapport à les d'ailleurs, ce n'est rien du tout. Au moins, d'ailleurs, on a déjà le sac. Tu as un avis, on a tout fait, ça fait plaisir. Tu peux prendre une photo. Est-ce qu'on a dit que mes Français, je prends une photo, vous devez être la mairie. Vous nourrir les sahabis, les Français. La mairie de Lyon, je vois. Je ne peux pas prendre une photo pour dire que les gens de la mairie de Lyon sont honteux. Quand je dis arabo-musulman, je prends l'avion, je prends des photos. Pour nous dire, ou dire à Facebook, on fera bien. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Je ne peux pas faire de la couleur. Dans ce moment, dans cette vidéo, نطلب الرئيس هذا الجديد مسيو تبون والبريمير مينيس يديروا قرار باللي كاع البناءات اللي نبناو كيما هكا كي ريبريزونت ليتا كي ريفلات ليتا لوميير لا ميروار تاع ليتا يردوهم عرب ومجنون، ودوري نافون كاع نبنو عرب ومجنون سواء المدارس الابتدائيه المتوسطيه ليسي لي بوس لي ميري لي كازان كلشي عرب ومجنون. سي ريان دي تو هاد برك ما تقولوا علينا، خدموا خدمه نقيه ولا سيبارات، من يعمل منكم عمله فليتقنه برك ما تمخريك صاحبي حشمتونا. لا حول ولا قوه، ما ديروا لنا لا مودرن و ميتريزي با لو مودرن. جي في نقول لك اركتكتور مودرن خدمه كامله، ارجعوا ارجعوا عربو اندلس، أو كونترال هادو كيجيبو لكم التوريست، عربو مجمان، لا حول ولا قوة، ومن بعد ديكم ريبورتاج على لونيفرسيتي اللي بنيتوهم، جو فخي لا كومباريزون مع اللي راهم في أوروبا، لا حول، السلام عليكم ورحمة الله، جيسبيغ لي زوتوغيتي، جو دون با دي لوسون، مانيش نقول ما دوفي سي دوبسيرفي دو كريتيكي دو سوجيري، جي أوبسيرفي، جي كريتيكي، إي جي سوجيري الرئيس الدولة ورئيس الحكومة و توت لارمادا هذاك الشعب راه كبير مسؤولين تاع الشعب راهم كاينين ولا كان حتى واحد راسه هدر راه ولا يساتيدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا السلام عليكم ورحمة الله. هذه هي السيرة تاعي فاسون دو فوار لي شوز. هيا السلام عليكم.